النهارده كابتن محمود الخطيب شارك في احتفاليه رائعه للمكفوفين. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص على المشاركه وفي هذه الاحتفاليه مبادره اراده للمكفوفين، وهذه المبادره التي اقيمت ظهر اليوم جاءت لمسانده المكفوفين في خلق فرص عمل لهم واعطائهم الثقه والقدره على التطور وتنميه المهارات. ايضا التاكيد على ارادتهم في اقتحام مجالات العمل المختلفه، ووجه القائمون على الحفل الدعوه الى الكابتن محمود الخطيب للمشاركه بوصفه نموذجا يحتذى بمسيرته الناجحه مع النادي الاهلي والمنتخبات الوطنيه. وعبر المشاركون عن سعادتهم بحضور رئيس النادي الاهلي، والذي قام بالتوقيع على عدد من التيشيرتات والتقاط الصور التذكاريه مع اعضاء مبادره اراده واسرهم وسط حفاوه الجميع. طيب بما اننا بنعمل كده، خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه الاحتفاليه وزياره كابتن محمود الخطيب لاخواتنا واولادنا واصدقائنا من المكفوفين، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. احنا النهارده بنحتفل ب10 سنين على مرور مبادره مشروع اراده. مشروع اراده بكل بساطه هي خلق فرص عمل لضعاف البصر المكفوفين، اضافه قيمه حقيقيه للعمل، وتغيير وجهة نظر المجتمع عن المكفوفين وضعاف البصر. 10 سنين مرينا بلحظات تحديات كبيرة جدا، وشاركنا مع بعض لحظات سعادة. بعد 10 سنين طلبنا الدعوة من كابتن محمود الخطيب صاحب القميص رقم 10 اللي خطف قلوب كل المصريين بأهدافه الرائعة. ضيفنا المميز جدا قبل الدعوة وشرفنا وفرح الـ50 كفيف وكفيفة اللي معانا في هذه المبادرة والمشروع. أول شعور جالي الراجل متواضع جدا جدا جدا، رئيس النادي الأهلي، رئيس أكبر نادي موجود في مصر وفي أفريقيا. الراجل بيتكلم بكل تواضع، رحب بكل شخص معايا هنا في الفريق، اتصور مع كل واحد بكل حب رغم يعني بعض الألم اللي هو بيشعر بيه، ولكن مرضاش يمشي ويسيب المكان غير لما اتصور مع كل واحد. فكرة إرادة دي فكرة البروجكت 10 سنين، عدت من 2013 ل 2023. فاحنا بما اننا بنحتفل بمرور 10 سنين على فكرة إرادة اللي هو مشروع للمكفوفين تحت الامبريلا بتاعت قطاع الصيدليات في شركة يونيليفر، الفكرة جت ان كابتن محمود الخطيب رقم 10، في نفس الوقت التحديات والإرادة اللي عنده من اول ما كان لعيب بادئ في الكورة لحد ما بقى كابتن منتخب مصر، نفس الفكرة التحديات اللي كانت عنده لما حب يخش في العمل الإداري، ان هو من اول مجلس الإدارة حد يبقى رئيس النادي الاهلي، الفكره جت من هنا. ما لقيناش رمز يبقى انسب من كابتن محمود الخطيب يبقى بيشاركنا الاحتفاليه لفكره اراده بمرور 10 سنين غير كابتن محمود الخطيب. متهيألي انت شفتي ده بنفسك، الناس يعني حب الناس لكابتن محمود الخطيب، التفاعل معاه عامل ازاي، التصوير الناس مش يعني كانت حابه ان كابتن محمود طبعا ما يمشيش من كتر ما هم يبقوا حابين، بس يبقوا قاعدين اكتر وقت معاه. لكن فكره ان هو تلبيه الطلب ده والنداء بتاع الناس، لان هو بالنسبه لهم يعني مثل اعلى وقدوه يبقى متواجد في الايفنت بتاع اراده بمرور 10 سنين، يعني جزء من التيم ما كانش مصدق ان ده هيحصل، بس يعني تواجده فعلا فرق مع الناس جامد جدا. عايز اقول لحضرتك ان انا يعني عمري في حياتي ما تمنيت اقابل حد او اتصور معاه او اكلمه زي كابتن محمود الخطيب. الراجل ده بالنسبه لي انا شخصيا ده قدوه ليا. انا في وقت من الاوقات انا فقدت بصري وانا في اخر سنه في هندسه، كان من الناس اللي كانوا دعم ليا بالرغم ان انا ما قابلتوش، دي اول مره قابله فيها كان كابتن محمود الخطيب، لان انا عارف ان هو اعتزل قبل ما يكمل مشواره بالكامل في الكوره، وبالرغم من كده قدر يتغلب وقدر يتحدى وبقى نجم 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 مصر. فانا فخور جدا جدا وسعيد جدا بزياره كابتن محمود الخطيب. انا عايز اقول لحضرتك انا واحد يعني انا يمكن جاي اليوم كله مخصوص عشان خاطر كابتن بيبو جاي، ومن كتر فرحتي نسيت اسم ابني، انا بقول له علي ابني بدل ياسين، انا ياسين ابني بس يعني جاي سلم عليه بقول له علي. من كتر فرحتي بصراحه انا بحب كابتن الخطيب جدا جدا، ربنا يكرمه وينصره على اي حاجه يعني مضايقاه او ضده ان شاء الله باذن الله. يعني دايما كبرنا وكلنا بنحب الاهلي بيه وهو حببنا في الاهلي قوي. بجد كانت فرصه جميله جدا، و10 سنين اراده وبعد كده مسكوها خدها ومسك مع كابتن الخطيب،
بجد كنا مبسوطين جدا، وكان اكتر حد نفسي اشوفه، عمري ما اتمنيت ان اشوف حد مشهور قد كابتن الخطيب، بجد حاجه جميله جدا. النهارده كان تشريف كابتن محمود الخطيب لينا، زي ما اقول لك يعني خلينا نقول الاول ان اسم الفريق اراده، فتشريف كابتن محمود لينا وهو نموذج من نماذج كرة القدم في مصر والعالم العربي وأفريقيا، وبرضه يعني يمكن شعار إرادة كان عند النادي الأهلي دايما في كل البطولات اللي لعبها، فوجود كابتن محمود أكد فكرة إرادة، لأنه زي ما قلت كده هو نموذج من نماذج كرة القدم في مصر والعالم العربي وأفريقيا كلها. شعور حقيقي، انا كنت متحمسه جدا ومبسوطه قوي قوي قوي، وكان نفسي فعلا ان هو اللقاء ده يطول وان احنا يعني نتكلم معاه، لان فعلا يعني ربنا يحفظه، عنده شموخ حلو قوي قوي قوي، وربنا يحفظه والله بجد ويطول في عمره. هذا هو الفارق بين محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والاسطوره الكبيره والمحترمه من الناحية الأخلاقية قبل أي شيء آخر، وبين أي حد تاني. خلي بالكو ممكن حد يطلع بعد التقرير ده، بعد ما الناس الطبيعية دي اتكلمت، لما واحد بيتكلم بطبيعية أو بطبيعته من المفترض إن احنا نصدقه، صح؟ ممكن حد دلوقتي يطلع يقولك إيه كل اللي معمول ده هجس، ما تسمعوش الكلام. والله بجد ما احنا بقينا في عصر غريب، حتى الكلام الحلو اللي بيتقال على الراجل مش عايزيننا نسمعه او مش عايزيننا نقوله. والله ما هو الناس طالعه تتكلم بطبيعتها، بيقولك انا بحب الراجل ده، بحب محمود الخطيب. لو شفت عمري في حياتي شفت مشهور او كان نفسي اشوف حد مشهور، فكان نفسي اشوف كابتن محمود الخطيب. ما قالش حد تاني. والله هنا انا ما بتريق، ولكن انا بشوف احنا رحنا لغايه فين، وصلنا لغاية فين، وصلنا لغاية ان من الممكن ان حد يطلع يشكك في هذا الكلام لمجرد ان حد طالع يقول انا بحب محمود الخطيب. تخيل احنا وصلنا لغاية فين. هو ده اللي احنا وصلنا له.